بنات التي تقطع الأسباب خارجة عن السيطرة السياسية وعسكرية، ما عرفت شنو وقع بالضبط. يلا بنات، بالنسبة للدروس كنظن اللايف آخر ما عرفت شنو وقع فيه. ألو بنات، مش نبداو دابا الدرس؟ كنظن استفدتم من الدرس اللي فات في الرياضة. دابا شنو نوريكم حركات كتعملوا هيدا دائما التسخينات بنات. بالنسبة للامارش، أنا قلت لكم قبيلة مش تمشيو هيدا، هذه هي لامارش. لا ماش كتمشي هايدا في الزنقة. شو انا ما تقوليش ما نقدرش نمشي هايدا ولا شي حاجة. لا ماش هادي مش هي ديالها، كتعمل هايدا هايدا وانتي ماشية في الطريق. اتقولي لي ادوني الناس، شي واحد يقول لي شي هدرة، عندك راجل يطلقني، صحتك يطلقك الرجل يزبلو فيك الناس، صحتك يا الاولى. هادي هي لا ماش تعلم. شو دايما هايدا تمشى، اما الا كتمشي تجيبي بشتيتو سافابا سافابا. شو هايدا كتمشي هيدا بالزربة، يعني قد ما قدرتي كتمشي بالزربة. هذه هي الطريقة الصحية ديال لامارش، والطريقة ديال لامارش الحقيقية. غير ديك الطرق فكيكذبوا عليكم. إلا بغيتي تتقل ماشي مشكل، تقدر تبدل مثلا لامارش بهذه الطريقة. هيدا تمشي لها هيدا، لما لا؟ تقول لي عندك انت كعوار، عندك رجل تجي مع بعضيتها، عندك ما نعرفش شنو، ما تخافش. شو هيدا الطريقة الصحية هذه. شو اعتبر راسك عريضة أزياء وكتمشي اختي في الطريق. شو عندك؟ تينا صحتك، تينا صحتك هي كلشي. تقولي الناس بقا يشوفوا فيا وهذا. طبعا باللباس ديال الرياضة خاصكم تلبسوا في حالي تيشيرت في حال هادي، بالنسبة للبنات يلبسوهم طويلين، وبالنسبة للرجال يلبسوا في حالي. هيدا انتينا، ها انتينا. زعما انا كنديت الرياضة مؤخرا، مش دعفت ولا ما دعفتش مؤخرا. كنعمل رياضة انا في الدار ديالي، بارك عليهم. كنمشي انا للكلوب للزنقة في الدار ديالي. ويلي باش نعطيكم الحركات الثانيه، هما ديال السواعد، لان الايدي ديالنا ما شاء الله عليها كتخدم بزاف بواحد الطريقه غير معقوله، واحد الطريقه زعما، لان بلا يدين ما نقدروش نعيشوا. كاينين ناس عايشين بلا يدين. المهم الحركات ديال الايادي اعمل راسك. شو حبيبه، انا الرياضه كيف ما كانت هذا الرياضه، يا لا مارش يا اي حاجه، التركيز مش تركز ومخك مش يركز لي في لا مارش وتمشى في الحركه اللي كتعملها. تركز وتعملها باش جسمك كيعطيك القابليه انه يندمج مع ديك الحركات اللي كتعملها. بالنسبه للايادي قلنا هاد الحركات كتعملوهم هيدا، كتوقف هيدا. طبعا هاد الوقت حي قبل ما توقف كتعمل هيدا، كتنفض رجلك باش كيكونوا التسخينات، ضروري التسخينات. كتعمل هيدا، شام كتبقى تعمل هيدا. طبعا ما كتهزش حاجه في يدك، تينا كتخيل باللي انتينا هزه. ومي كتكون هكا تعمل كتطلع، فكتخلي الثقل ديال يدك ياثر. مي كيأثر الثقل ديال يدك، ديك الساعه كتستافد، والعضله يا ما شاء الله كتكبر. كتعمل هيدا 12 مرات، 12 مرات، كتعاود ثلاث مرات متتاليه وراء بعضها. طبعا الحركه الثانيه ديال الايادي كتعمل هيدا عاوتاني، كتوسع يا اختي رجلك هيدا شو، وكتبقى تعملها ها. طبعا الصدر خصو يكون منفوخ، والظهر خصو يكون ماشي نيشان، ما تكونش معوجه. شو ظهري انا شو الظهر خصو يكون هيدا، ظهرك بهالطريقه. ديك الساعه كتعمل هيدا، كتبقى طلعه هواده، طلعه هواده، طلعه هواده 12 مره ان شاء الله، وكتعملها ثلاثه مرات 12 في 12 في 12. عاوتاني كتجي الحركه الثانيه المهمه، كتعمل هاد الوقف بحال هيدا، ضروري توقف بحال هيدا وتعمل يدك ها 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 لهاد الحاله لهاد العضله. كتعمل عاوتاني 12 مره، عاوتاني كتقلب هاد اليد هادي، وكتبقى ها ها. ديك الساعه كتقول انك كتركز، وكتعطي ديك الثقل للجسم ديالك، كتخدم فقط بالثقل ديال الجسم ديال الجسد ديالك. بالنسبه للحركه الثانيه وهي هادي، كتعمل هيدا وي، وكتبقى طبعا كتبقى تهود وتطلع. التركيز اهم حاجه هو التركيز، وتحس بالعضله. شو انا ما عنديش العضلات مهتنا، شو كيبانو شديتو، كتبقى تعمل هيدا. ديك الساعه ديك الساعه كنجيو للكتف، الكتفين ديك الساعه كتفين كنقولو لهم هاد الحركه ها هيدا، كتبقى تعمل لهم ها ها شتي باش تشوف مزيان ها ها انتينا. كتبقى تعمل هيدا الكتيفات ديالك 12 مرة، هيدا كتبقى تحسب واحد جوج ثلاثة حتى 12، وكتعاود ثلاثة د المرات. طبعا هاد الحركة تاع حبيبة ديالي ما تحتاجش انك ترتاح فيهم في الدار، ولا تشرب عليهم جغيف ما ديال الماء، ما يحتاجش شي. ديك الحركة الثانية هما التراكسيونيس. انا التراكسيونيس باش نوريهم لكم شي، كان لكم كتعرفوهم. بالنسبة للبنات باش تعملوا تراكسيونيس متنيين على الأرجل.